أساس أخلي الفضاء يتم يساعدني على الأرض، يوفر لي هذا المعلومات، يوفر لي هذا الإمكانيات. لازم أكون حريص على استدامة الفضاء. طبعاً أكبر اليوم تحدي يواجه الفضاء هو الحطام الفضائي. الحطام الفضائي هو يعني بقايا أقمار صناعية منتهية أو أجسام فضائية تدور حول الأرض عشوائياً وبأعداد يعني كبيرة ومخيفة. فهذا الأقمار تشكل خطر على هذا الأجسام الصغيرة، تشكل خطر على الأقمار الصناعية. فاليوم تحط الدول قوانين ولوائح تنظم هذا العملية. فمثلا أنا اليوم شركة أو دولة أبغي أطلق قمر صناعي، لازم يكون عندي معايير فنية تضمن أن هذا القمر بعد فترة عندما ينتهي العمر الافتراضي للقمر أنه يكون له دي أوربت، وهو يعني إعادة دخوله للغلاف الجوي وحرقه أو رفعه إلى مقبرة الأقمار على أساس ما يسبب خطر على الأقمار الأخرى. طبعا هذا قضية كبيرة وقضية تناقش عالميا، لكن دولة الإمارات جزء من هذا التوجه. نعمل على تنظيم القطاع الخاص محليا ونضع اللوائح والقوانين والإرشادات للمشغلين في الدولة لضمان أن أقمارنا اللي في دولة الإمارات وتتبع دولة الإمارات أنها تكون يعني متماشية وتتبع أفضل المعايير لسلامة والتخفيف الإحطام الفضائي. كذلك أيضا نعمل مع الأمم المتحدة يعني بقوة بدعم توجه التنظيم القطاع الفضائي على مستوى العالم.